بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرة تانية بقى بيتجدد بكم اللقاء مع قناة نادي القرن، قناة النادي الأهلي. واللقاء اليوم لقاء مرتقب كده مع سبورتنج المصري والمجمع البترولي الجزائري. وطبعا بقى المجمع البترولي داخل المباراة النهاردة وعينه كده على مباراة النهائي، فده ممكن يكون عنصر إيجابي أو سلبي بالنسبة له، لسه هنشوف بقى أثناء المباراة. وطبعا نادي سبورتنج اللي بيلعب للنفس الاخير او للامل الاخير ليه ان يخش في الثلاثي او في اصحاب المراكز الثلاثه الاولى. وطبعا بقى في كده محادثات ومكالمات تمت بيننا وبين المديرين الفنيين للفرقتين، هنقولها لحضراتكم اثناء سير المباراه. طبعا ما رحبناش بقى النهارده كده في البدايه بأحبائنا وعشاق الكرة الطائرة، لأنهم خلاص تعودوا طبعا أن يلتفوا معنا حول شاشة قناة النادي الأهلي، نادي النسر المحلق بقى بشعار طبعا النادي الأهلي المعروف، واللي بنستنى منه المزيد بعد ما فاز بست بطولات عربية. منتظرين كده غدا إن شاء الله تتويجه بالبطولة العربية السابعة. وهنركز النهاردة شوية في المباراة الأولى اللي هي سبورتنج والمجمع البترولي الجزائري، وفيها أحداث كتير وفيها تفاصيل كتير هنقولها لحضراتكم. وإن كان المباراة الثانية لكون الأهلي وشباب 20 الصحافة السوداني، مباراة على قدر الأهمية طبعا للفرقتين. فريق الصحافة السوداني لتأكيد مشاركته داخل البطولة العربية، والنادي الأهلي طبعا لتأكيد زعامته سواء إفريقيا، لأن طبعا الدول المشتركة الخمس دول من إفريقيا، أو زعمته في مسمى البطولة العربية. النهاردة يمكن تشكيل الفرقتين هيكون واحد بالنسبة لأدائهم للمباريات السابقة، وفي بقى مفاجأة هتعجب كده مشاهدينا والمهتمين بفريق نادي سبورتنج، عشان طبعا مشاركة بقى اللاعبة مي محمد اللي كانت تعرضت لإصابة أثناء مباراتها مع نادي الأهلي المصري. وطبعا اللاعبة بقى كلمناها كده وطمنا عليها وقالت ان انا جاهزة في حاجة احتياج المدير الفني ليا، وهنشوف تشكيلتهم الاساسية هل هو بادئ بيها ولا هيحتاجها اثناء المباراة. وادي كده مداعبة بين بقى الخلوق محمد صلاح وحكم التاني للمباراة. وطبعا مي بقى كانت من ضمن رغباتها للحاق بفرقتها، صممت في مباراة صفاقسي انها تكثف العلاج بتاعها، وسابت العلاج وجت أثناء المباراة وقعدت في الملعب عشان تشجع زميلتها. هنكمل مع حضراتكم الأحداث بقى والكواليس أثناء سير المباراة اللي قلنا فيها كتير، والإرسال بداية مع المجمع البترولي كهينة شطوط، واستقبال جيد من ندى وضربت كده في كورنر الملعب، ولكن كرة كان ما بيحالفهاش فيها الحظ شوية وطلعت خارج الملعب. واحد المجمع البترولي لا شيء سبورتنج، وهنتابع مع حضراتكم النتيجة أول بأول. وأدي إرسال قوي مع استقبال جيد لسارة طارق، وضرب ساحق من مركز أربعة، وأدي بقى كرة كده بترجع سجال مع الفرقتين، وسندس تشد كرة تاني في منتصف الشبكة لفرحة محمد عباس الصغيرة في السن الكبيرة في اللعب زي ما قلنا، واللي متع جمهورها كده أثناء الثلاث مباريات اللي اتلعبوا. ويرجع الإرسال مرة تانية لسبورتنج، واحد واحد. وأدي القدير محمد ياسين جلولي، وإرسال تاني سريع كده واستقبال شوية قالس وحاولت فيه المعد، ولكن انا طبعا كان في شك ان الكره محموله، وفعلا ادي هنا اهو حسبها الحكم الاول وحسبها النادي سبورتنج، وكان بيعترض كده مدرب الفريق المجمع البترولي. وتاني الارسال مع ندى قره، ندى ارسال سريع يا ندى لكن في الشبكه المره دي، معلش احنا لسه في بدايه اللقاء. وادي بقى كابتن محمد بيحاول كده يدوس على نيابه شويه، ولكن طبعا هو عارف امكانيات لعبته. ينتقل الإرسال لفريق المجمع البترولي، اثنين المجمع البترولي اثنين سبورتنج، والإرسال مع اللاعبة رقم 8 زهرة بن سالم. إرسال قوي واستقبال أكتر من رائع، وتعكس الملعب للقديرة سلمى، ولكن ترجع تاني كرة كده في ملعب سبورتنج وتحطها بليسنج من المناطق الخلفية، وتاني حائط صد مع بليس، وتفضل الكرة راحة جاية ما بين الفرقتين، دليل على إصرار نادي سبورتنج على التمثيل الاقوى من المشرف، ومحاوله اللحاق بقى بالكبار زي ما بنقول، والفوز باللقاء النهارده.
طبعا ما ننساش ان فرقه المجمع البترولي لعبت نهائي البطوله العربيه في النسخه رقم 18 النسخه السابقه، واخذت بطوله افريقيا من 3 اعوام، وفرقه محترمه جدا وبقالهم عمر كده مع بعض، ومفيش تجديد ولا احلال فيهم، حتى مدربهم بقاله معاه فتره وهو مدرب من المدربين القديرين. وادي هنا كان في تداخل كده، كره كانت متخطيه للحافه العليا للشبكه وطلعت فندق من المنطقه الخلفيه وحسبها عليها حكم المباراه، واربعه المجمع البترولي 2 سبورتنج. ارسال تاني سريع واستقبال خارج ال 3 متر خارج المنطقه الهجوميه، ونادى برضو بريست ايديها، ولكن الكلام ده مش هينفع يا فريق سبورتنج، لازم ندوس كده على كورتنا شويه ونحاول ناخد بيها نقطه. وادي كره ترجع تاني لسندس تعكسها لسلمى وترجع تاني من مركز 4، وتتدرب كره قويه للينا بقى المتحمسه جدا اللي عايزه تعوض ادائها كده اللي كان متذبذب الى حد ما في المباراه السابقه، ولكن طبعا بقوة واقتدار تعود تاني لأرضية الملعب لينا وتضرب كرة قوية تاخد ايد حوات الصد وتطلع بنقطة مباشرة لسبورتنج. 3 سبورتنج 4 المجمع البترولي، وفرحة على الإرسال، إرسال سريع من فرحة، وآدي أول قلشة بقى فرحة هتدوس عليهم النهاردة ولا إيه في الإرسالات. طبعا ما ننساش إن نادي سبورتنج نادي بيمثل اسم مصر وكلنا واقفين معاه، وبنؤازر بقى ونناشد جماهيرنا كلها اللي هتكون موجودة في الصالة بتشجيع فريق سبورتنج، طبعا بيلعب باسم مصر نادي سبورتنج. وتاني فرحه على الارسال، واربعه اربعه، واستقبال جيد المره دي وضرب كده من منتصف الشبكه من اللاعبه رقم 15 عائشه مزمات. بينتقل الارسال مره ثانيه 5-4 لفرقه المجمع البترولي، وكويس قوي يا بنات سبورتنج السجال اللي ماشي فيه المباراه، نقطه هنا ونقطه هنا. وترجع عائشه مزمات على الارسال، وادي استقبال اكتر من رائع من ساره، وتاني ضربه قويه ساحقه من منتصف الشبكه من هند رقم 15 هند نبيل، وبيشجعها عليها زميلاتها بقى والجهاز الفني بالكامل لانها تستحق فعلا التشجيع. وخمسه الجميع، قلنا كويس قوي السجال اللي ماشيين بيه. بترجع كده سلمى عصام على الارسال، خلاص بقى حفظنا اسماء اللاعبين، والجمهور اللي قاعد بيشاهد كده قناه النيل عرف اسماء لاعبات نادي سبورتنج اللي سطروا تاريخ جديد لفرقتهم في اول مشاركه ليهم. وادي كره ثانيه بترفعها كده بايد واحده كهينه شطوط وترجع لملعب سبورتنج، ولينا بقى اللي جايه النهارده عايزه تعمل حاجه وتثبت وجودها وتلفت نظر مدربيها كده ومجلس ادارتها ان انا لاعبه جديره باني اكون اساسيه داخل الفريق. وكره راجعه تاني، وادي بقى بتغير اتجاهها، ولكن يا لينا سيبك بقى من التحكيم وخليكي مركزه في ادائك وفي لعبك. 6 المجمع البترولي 5، طبعا معهوش محترفات المجمع البترولي، ولكن عنده طبعا لاعبات ذو خبره عاليه، في سليمه حموش 58 بطوله ما بين نادي المجمع البترولي والمنتخب، وفي بقى لاعبه ثانيه عندها 47 مباراه زي 47 بطوله زي زهره بن سالم. وادي ارسال سريع خارج الملعب، زي ما قلنا المباراه سجال حتى الان، نقطه ل المجمع البترولي ونقطه لسبورتنج، وادي التشجيع المعهود بيه نادي سبورتنج لا يكل ولا يمل، والمؤازره بقى من داخل الفرقه ذات نفسها، ولينا على الارسال كده مستنيين منها المزيد النهارده لينا كمان اتكر لفريق سبورتنج. ترجع كده كوره على حدود ملعب، ولكن بدون تغطيه، كان المفروض انت ترجعي يا هند مميله شويه على منطقه التلت عشان تاخدي الكوره المسقطه. النهارده بقى بياخد كده لقطه الشاشه، هل هيصمم على الفوز النهارده عشان يدخل قوي لمباراه الاهلي غدا ولا ايه؟ ونتمنى طبعا ان سبورتنج تفوز عشان تريحنا بدري، وفي نفس الوقت تجهد الى حد ما فريق الجزائر لانه فريق برضه محترم وقوي. وكره كده بترجع اي حاجه باي لك في ملعب سبورتنج، وبنوصل بقى للتكنيكال تايم اوت في النقطه الثامنه بيصل ليها المجمع البترولي. كنا بنطمن على فريق سبورتنج من خلال اتصال تليفوني كده تم مع الكابتن محمد صلاح المدير الفني، واللي افاد طبعا واشار بقى ان اللاعبات كلهم اكتسبوا خبره عاليه اثناء اللقاءات السابقه وبالاخص مع الصفاقسي،
وقال ان مباراه الصفاقسي بتمثل ليه ثلاث بطولات مش بطوله واحده، لانه ما كانش بيقابل فرق بالقوه دي حتى داخل الدوري المصري، كان بتبقى محسومه النتيجه مع الفرق القويه، وان كان بيجيد او بيعمل ماتشات قويه امام الاهلي او فرق المقدمه الشمس او الاهلي. ولكن طبعا هو بقى احساسه واحساس لعبته انهم كانوا ممكن يلعبوا بطريقه احسن من كده لو عندهم فعلا الخبرات دي، والخبره اللي اكتسبوها زي ما بنقول هتؤهلهم بعد كده للمشاركه بقوه واحتلال مراكز متقدمه في البطولات القادمه. وعندنا طبعا بطوله افريقيا في شهر مارس، نامل كده ان احنا نشوف فرقه سبورتنج فيها ان شاء الله، وهنكمل لحضراتكم مع اول توقف. نرجع تاني لاحداث اللقاء و8-6 لفريق المجمع البترولي، وادي ارسال سريع واستقبال كده لكن عايزينه جوه 3 متر يساره، وتاني من فوق حائط الصد بايد ندى قره ولكن سهله يا ندى، وترجع كده سجال تستقبلها سلمى وتتشد تاني لندى وتضرب جامد جدا، ولكن في العصا الهوائيه بيشير ليها الحكم الاول ان ندى ضربت كده في العصا اللي بتحدد ابعاد الملعب، ودي طبعا يستوجب خطا قانوني بقى بينتقل بيه الارسال ويفضل مره تانيه مع اللاعبه رقم 12 دلال مروه عاشور في النقطه التاسعه. 9-6 بدا يتقدم فريق المجمع البترولي، وادي استقبال تاني وسلمى تحط سهله برضو وترجع مباشره، ولكن كره كده راحه جايه ما بين الفرقتين باجتهاد. وادي بقى كره قويه من لينا اللي قلنا جايه النهارده لينا تثبت وجودها كده وتعمل حاجه لفرقتها وتقدم لهم هديه في اخر مباراه لفريق سبورتنج وتقول انا موجوده داخل الملعب. و7 سبورتنج 9 المجمع البترولي. كانت ضربه ساحقه قويه طبعا بتفشل فيها ساره بالحسين من الدفاعات، وادي استقبال اكتر من جيد وبقت ترفع بقى بايد واحده كهينه شطوط عشان تعكس اتجاه اللعب كده بسرعه، وان كان في كور ممكن الحكم بقى يبدا يتصيدها عليها ويحسبها كاري او كره دبل او فيها حمل. هنشوف كده احداث اللقاء. 10 المجمع البترولي 7، وعلى الارسال دلال مروه، وادي استقبال تاني كان مزنوق وما قدرتش سندس تشارك مع حائط الصد طويل جدا رقم 8 زهره بن سالم اللي عندها متر 80 سنتي وطبعا من اللاعبات طوال القامه. وادي اول تايم اوت بيطلبه الكابتن محمد صلاح بعد ما اصبح الفارق 4 نقاط. يا ترى بقى لسان حال الكابتن محمد صلاح هيقول لفرقته لازم الكره الاولى توصل كويس، احنا ماشيين كويس قوي في الهجوم، عندنا لاعبات ذو كفاءه عاليه، لازم تامنوا شويه الكره الاولى ودفاعاتكم تبقى قافله ومقربه شويه من بعض، مفيش فجوات ما بين الدفاع عشان الكره اللي بتسقط في قلب الملعب، ونتوقع اداء افضل في بعد التايم اوت اللي طلبه كابتن محمد صلاح. وكنا بنكمل عن رغبه لاعبي سبورتنج في تقديم مباراه مثاليه اليوم، وطبعا ما ننساش بقى رغبه كمان المجمع البترولي في اثبات الوجود واللعب على الميداليه الذهبيه للعام الثاني على التوالي، وبعد احساسهم بقى بان هم فريق قوي وجاي يشارك بدون محترفين وبدون استعداد قوي زي فريق الصفاقسي، ولكن هو بيلعب باقل امكانيات. وطبعا كابتن محمد صلاح حتى عمل مناشده كده على جروب التواصل الاجتماعي بضروره الاهتمام ب فرقه سبورتنج. وادي هنا اصابه ولا ايه، ركبتها اتلوت، سلامات عائشه دلال مروه عاشور رقم 12. الكره كده غيرت اتجاهها فركبتها لفت، سلامات ليها ان شاء الله، هيطمن عليها جهاز طبي وتقوم زي الفل بالسلامه. هنشوف كده ركبتها ولا ايه، وادي هنا كانت فعلا ضمت اهي ونزلت فعلا قرصت كده على ركبتها اليمين بعد ما الكره غيرت اتجاهها من حائط الصد، وهي لاعبه سنتر بلوك ولاعبه مهمه جدا ومؤثره داخل صفوف المجمع البترولي وبتتالم بشده. سلامات لدلال مروه عاشور، اساس الرياضه طبعا هو الاخلاق والتحلي بقى بالخلق الرياضي القويم. وطبعا في ناس تقول لك ما اصل دي فرقه الخصم ضد النادي الاهلي، ولكن طبعا النادي الاهلي بنفسه بيتمنى شفائها الان عشان تقوم وتشارك في مباراه غدا. وادي هنا بقى الاسعافات الاوليه كده، ايصال كلورايد، غاز متلج وحاجات كده عشان نقلل شويه التورم والاصابات دي. وطبعا القانون هنا بيسمح للطبيب انه ينزل ارضيه الملعب
ولكن ليه طبعا وقت لو لقى ان مفيش تكمله للاعب بيطلب على طول الحكم تبديل اللاعب، ويبقى تبديل اضطراري حتى لو ملوش تغييرات من الست تغييرات، بيبقى تغيير اضطراري وبينزل اي لاعب من اي مركز مكان اللاعب المصاب، وده طبعا لان القانون اصلا اتعمل لحمايه اللاعب. وادي هنا بيعيدها لنا بقى مخرجينا في قناه النادي الاهلي النادي العريق. طبعا ادي تالم واضح جدا للاصابه، ولكن هي ممكن تكون بس مخضوضه شويه من لفه ركبتها كده، ان شاء الله تقوم بالسلامه. طبعا لازم تتوقف المباراه حتى نشوف بقى اللاعبه هتغير ولا هيحصل ايه، واعتقد انها هتغير طالما طول معاها الطبيب كده، لازم الحكم يبقى متاكد من سلامه لاعبته. ومعلش بقى نكمل كده تصريحات المدير الفني القدير محمد صلاح داخل المباراه، واللي قال ان لعيبته احسوا بالمسؤوليه واترمى على عاتقهم عبء اكبر في الدوري المصري ان هم يثبتوا وجودهم كتاني فريق مشارك مع النادي الاهلي، ويتالق كده وينتقل من مركز السادس قبل ما يمسكهم الكابتن محمد صلاح للمركز الثالث، والان اكيد هو هيلعب وهيطمح في المركز الاول او المركز الثاني بكتير. وطبعا بقى بنطمن كده على استعداد النادي سبورتنج للمباراه ومدى اهميتها بالنسبه له. افاد لنا ان جميع اعضاء الجهاز الفني بقى والتحليل التقني اللي معاهم سهر بقى لساعات متاخره كده مع كابتن احمد صابر والمحللين التقنيين، وقعدوا يقطعوا اجزاء من المباريات بتاعه فرقه الجزائر عشان يدرسوا هيلعبوا على ايه في نقط الضعف ونقط القوه، وعملوا محاضره صباح اليوم لفرقتهم. وطبعا كان بقى مفاد المحاضره دي ان يخرجوا بطريقه اللعب المثلى اللي هتنفع مع فرقه الجزائر. طلعت فعلا اللاعبه دلال مروه عاشور خارج الملعب، سلامات للاعبي مصر والجزائر والدول المشاركه كلها، وترجع سندس عطيه السيد على الارسال. سندس لعبت ارسال طويل اخر الملعب واستقبال كده، كان مزنوق شويه بتزقها اي حاجه وتضرب خارج الملعب، ولكن تعمل تاتش وهي خارجه في ندى. وهنا مش عاجبه طبعا المدير الفني ايه الاداء، لانه كده كوره باي لك شويه كان ممكن تبقى خارج الملعب لزهره بن سالم. وترجع تاني في اللفه الثانيه بقى لكهينة شطوط و12 8، وادي متابعه جيده جدا لفرحه، وكره ترجع كده بقوه لسلمى، ولكن دفاع جيد، وادي اتاك قوي جدا وعنيف، وهدير بقى بتتالق كده، هنشوف كده هدير اللي جوه في الديفنس ولا ساره. نقرب بس الرقم، وهنا في اعتراف كده من ياسين جلولي. مش عارفين حسب ايه، بيقول انها لمست الشبكه بعد ما ضربت الكوره. وادي كوره ثانيه برضو، الاستقبال النهارده مزنوق زي ما قايل لحضراتكم في النقطه اللي قبل دي، ان الاستقبال بيروح لكهينة شطوط مزنوق شويه وما بتقدرش تتصرف في كورتها بارتياحيه، ونتج عنها طبعا نقطه كمان مباشره بقت 9 12 لسبورتنج. وادي هنا كانت رافعه خطا، وثاني ندى قره في اللفه الثانيه ليها ايضا على الارسال، ومن واضح كده ان هم بيلعبوا على الايد اليمنى للليبرو. كورته بتيجي مقطومه شويه لسليمه حموش، بتيجي الكره من ناحيه ايديها اليمين مقطومه خارج التيل، بتخلي السريع يقف خالص عن الشغل وبترفع في الاطراف. وادي كره كانت خارج الملعب بنقطه كمان 10 12، وادي استقبال تاني غلط لسليمه حموش، وبيضغط كده نادي سبورتنج، مش هنقول بسبب الاصابه اللي تعرضت لها دلال مروه عاشور، ولكن طبعا هو ضاغط بالارسال، وزي ما فكرت حضراتكم ان بعد التايم اوت اكيد هيتعدل شكل الاداء، وفعلا اتعدل. وادي ندى بتلعب برده على الليبرو واللي زنق استقباله وتروح كده بسهوله وخارج الملعب، ولكن في ملامسه للشبكه لحوائط الصد السكندريه. 13 11، وترجع الارسال مع زهره بن سالم. ارسال سهل، استقبال المره دي يا ساره دخليه جوه التلت شويه زي ما قلنا. وادي كره سجال، وترجع تاني في مركز اربعه للمتالقه رقم 12 دلال مروه عاشور،
وبيقول انها تاتش في ايديها وهي خارجه. وادي هنا بقى تاني او تالت اعتراض من الجهاز التدريبي ياسين جلاولي ومراد مع اللاوي. وهنشوف كده في الاعاده هي نوت باص فعلا، كره جايه في الحافه العليا للشبكه وما جاتش في ايد البلوك. و 12 13 وفرحه على الارسال. ارسال سريع من فرحه ولكن خارج الملعب المره دي يا فرحه، ركزي اكتر. طبعا اللاعبه دلال مروه عاشور في الملعب رقم 12. وعائشة مزمات على الإرسال لعبة سنتر بلوك، إرسال قوي ومفتري شوية. وتاني في مركز اتنين لسلمى اللي بتضرب كده بريست إيديها وتتلم أي حاجة ترجع للخط الخلفي. وتاني سلمى تركز على كورتها وسندس ترفع في مركز أربعة، حط بريست الإيد كده لينا وترفع لينا وتطلع بلوك، ولكن إيدك لازم تدخل جوه شوية لينا وتركزي يا سلمى شوية في الدفاع ونحاول نقلل الفارق زي ما وصلنا له ما يزيدش مننا تاني. ارمي ايدك في الزوايا شويه يا هند رقم 15. وادي كابتن محمد صلاح طبعا زعلان على النقطه اللي كانت ممكن تبقى سهله. وتاني عائشه مزمات على الارسال، ارسال مع استقبال من ندى وتاني ترجع لسلمى ولكن ما تخلصهاش. وقال تغطيه جيده اكتر من رائعه ل ليبرو الفريق السكندري رقم 6 ساره طارق. وطبعا بالمناسبه بقى بالنسبه لقرار الاشتراك لنادي سبورتنج كان قرار المجلس السابق، وجه الدكتور احمد ورد رئيس المجلس الحالي الجديد واكد على المشاركه ودعم الفريق بكل ما يستطيع من ناحيه معنويه. وطبعا كان معاهم بقى اول باول كده الرئيس البعثه وبدا يشجع الدكتور اسلام جمعه وبدا يشجع البنات واجتمع بيهم كده بصفه وديه النهارده، تخلى فيها عن رئاسته بقى للبعثه مؤقتا وقرب من البنات كاخ كبير او اب بالنسبه لهم وحسسهم بانهم فريق جيد جدا. وادي بقى سلامات خارجه اهي اللاعبه مصابه وطالعه بقى ممكن تعمل فحص سريع كده على ركبتها وهيشوفوا فيها ايه. وطبعا كنا نتمنى سلامتها ورجوعها للملعب فورا عشان تسعد بالاشتراك في النهائي غدا امام نادي عملاق زي النادي الاهلي. وسواء النتيجه مكسب او خساره كان اللاعب بس بيهمه شرف اللعب في النهائي. وسلامات ليكي وان شاء الله نطمن عليكي بعد المباراه وننقل كده لاعزائنا المشاهدين امنياتنا الطيبه وامنيات المشاهدين بشفائك العاجل. تاني عائشه مزمات رجعت على ارسال. وادي ندى استقبالك غير متقن المره دي يا ندى، ولينا كده فكرت كتير هل اعمل كره درايف من فوق البلوك ولا احطها في اللاين. واول مشاركه بقى لمي محمد رقم 17، بنقول لها الحمد لله على السلامه مي، مجرد نزولك لارضيه الملعب بيطمنا اكتر وبيدينا احساس كده بانك الحمد لله تعافيتي واكيد المدرب مش هيجازف بيكي وينزلك وانت مصابه وانت كنت مكثفه العلاج بتاعك خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، بتقعدي لاوقات متاخره جدا مع الدكتور يقوم بقى بالجلسات والعلاج الطبيعي. وبنشكره طبعا على ادائه الطيب. ادي سلمى عصام على الارسال، ارسال على ايد اليمين برضو زي ما قلنا هو للليبرو وضربه قويه ولكن كانت سرحه في الملعب شويه سلمى. ويمكن ده قلناه المره اللي فاتت يا سلمى، لازم تاخدي اطراف الملعب شويه عشان زوايا الضرب بتاعه اللعيبه الجزائريين والصفاقسه كانوا في نفس المكان كده تقريبا، واكيد الكابتن محمد قايلك على الكلام دوت وهتحاولي تنفذيه. وادي ارسال تاني بيجي كده في الشبكه ولكن تلحقها لينا، ترجع لسلمى تحطها بريست الايد واستقبال مره ثانيه. وادي الكور بقى الخادعه اللي بتعملها كده كهينه شطوط بتنزل كره بليس وبدا يفرق السكور لخمس نقاط. وسع ثاني بعد ما ضغط نادي سبورتنج بالارسال وبدا يبوظ كده اللعب شويه على الجزائر. ولكن انا عايز اقول لكم الحماسه اللي ظهر فيها فرقه الجزائر دي نتيجه اصابه زميلتهم. وطبعا ساعات الاصابه زي ما الطرد كده في مباراه كره القدم ساعات بيحمس ال10 لاعبين ويفوزوا على 11 لاعب، ساعات كمان في الفولي او في الكره الطايره الاصابه بتحمس اللاعبين ويلعبوا لروح زميلتهم او عشان يرضوا زميلتهم اللي اتصابت وطلعت طبعا زعلانه انها مش هتشارك مع فرقتها.
واصلين 19 13 حتى الان، وتايم اوت طلبه الكابتن محمد صلاح. نزيف للنقاط كده بدون معنى، بدات بارسالات ضايعه وبعد كده استقبال ما كانش متقن، وبعدين كره في بطن الشبكه من لينا، وبعدين استقبال نازل تاني مره من خطا كده في اللاين بسوء تقدير من المستقبل، وكور بتتضرب ما بتخلص. ولكن طبعا فريق ما زال جيد، فريق سبورتنج وخبراته اللي اكتسبها تقدر تخليه يبقى على مستوى عالي الفترات القادمه. وانا بقى عن لساني اللي شايفه كده في فرقه سبورتنج، ان بناشد مجلس ادارته انه يشارك بفريق سبورتنج في البطولات القادمه، لانه فريق جيد وان شاء الله هيحقق مراكز متقدمه في الدوري المصري. وادي ارسال ضربه ساحقه تاني، ولكن مي بقى العائده من الاصابه بتقول لهم انا كنت غايبه عنكم واديني جيت سد معاكم على فرقه الجزائر. وطبعا ايديها مظبوطه او تايم بتاعها صح جدا مي، وبتتاخد كده بلوك في توقيت حساس قوي، وادي بترفع هنا وهي على ركبتها كهينه شطوط، وضرب خارج الملعب زي ما قلنا. الاستقبال بيجبر كهينه انها تزنق شويه في الرفع وتحاول تتصرف باي طريقه، ولكن الضاربين ما بيجهزوش الكور بتاعتها كويس وبيضربوا خارج الملعب. وتاني لينا على الارسال، ارسال سهل، وادي استقبال تاني مزنوق اهو من كهينه بتحطه اي حاجه، دي يجي نوت باص ما بيعديش الحافه العليا للشبكه، وتوتر وقلق على فريق نادي المجمع البترولي، ويجي الفارق مره تانيه لثلاث نقاط بيطلب عليهم مدرب الجزائر ياسين جلولي تايم اوت. لازم نشيد طبعا يا جماعه بفريق سبورتنج اللي بيشارك في البطوله بدون محترفات. طبعا كل نادي عنده محترفين ما عدا الفريق السوداني، وفريق المجمع البترولي بقاله 4 سنين بنفس الهيكل دوت، وهو شايف ان هو كده قادر يسد على البطولات دي وما جابش محترفه، ولكن طبعا فريق متجانس ومتكامل، وبنعمل كده ان فريق سبورتنج يثبت وجوده زي ما قال لهم كده رئيس الوفد اسلام جمعه، وقال لهم لو اثبتت وجودكم في الدوري المصري انا هكلم المجلس ونتشاور في مشاركتكم في كل البطولات القادمه. وادي كره هنا فيها سجال وبتحاول عليها سندس وتترفع كده بضربه خفيفه من سلمى، وتاني ترجع في مركز اربعه، وادي تراي تاني من مي. كره بقى كان لازم تعدي لان كده هيبقى فور باص وما خدتيش بالك يا لينا، كانت الكره جايه مرتين من اسفل الشبكه في البلوكات ورجعت كده بصعوبه قوي، فكان لازم تبقي ملفت للنظر ليك على طول. وادي نازله بقى رقم 18 البديل السكندري يمنى محمد عبد الفتاح مكان لينا طارق، انا شايفها كانت مركزه جدا على الشبكه، ولكن طبعا في الخط الخلفي اخطاء متتاليه، بيحاول كده كابتن محمد صلاح يلم فرقته بسرعه. وتبديل تاني نازله اللاعبه رقم 3 زينب بن حامد على الارسال، واكيد عندها ارسال سريع هنشوفها كده تستغل ولا ايه، يسحب بقى خطوط الاستقبال شويه، وادي فعلا ارسال سريع خرج ندى قره من الضرب، وسلمى ضرب الكره برست ايديها، وادي مشاركه تاني على الشبكه مع ندى قره وسلمى، ولكن ترجع الكره سهله بينها وبين سندس، وتاني باندا في البلوك كده للاعيبه يمنى محمد عبد الفتاح، ونادى قره تاني بكره سريعه، وادي دربكه وترجع الكره اي حاجه كان ممكن يبقى فيها حمل، ولكن الحكم شافها سليمه 100%. وادي مي بتضرب كره كده برست ايد، طبعا لاعيبه بالنسبه لهم ما ظهرتش في المباراتين الاخيرتين للفريق، وممكن يكون السكاوتنج مش معمول عليها كويس، وضربت فعلا حتى ما طلعت لهاش اللاعيبه رقم 8 زهره بن سالم، وضربت برست ايديها كده خفيف في قلب الملعب، فيا رب ما يكتشفوش كده سلمى مي لغايه لما نحاول نحقق مستوى طيب. وتحاول مي على الكره بعد ارسال جيد ولكن للمجمع البترول. ده الفارق مره ثانيه حتى وصل ل 19 16 وحتى الان 21 17. هنشوف بقى هيقدر سبورتنج يختم الصوت بشكله ازاي. وتاني استقبال خاطئ من يمنى محمد عبد الفتاح، الكره على البجر يا يمنى، ما ينفعش انزل لها للمستوى ده كله، اكيد انت لاعبه واعده بقى يمنى، مواليد 97 فعلا، والماتشات دي هتديكي خبره اعلى،
وصدقوني ده كله نجاح ليكم مشاركتكم مع فرق قويه زي دي بخلاف الفرق طبعا في الدوري المصري. ادي نادى قره دخلت استقبلت من قلب الملعب وخرجت تاني، وكانت الكره صعبه شويه عليها ولكن اتصرفت وترجع كده، والشانس بول اتحطت الشبكه من ساره بالحسين، وادي بقى علامات الدهشه والاستغراب كده على مدربهم اللي مش لاقي يقول لها ايه الصراحه، كره كانت سهله ويدي الفارق مره تانيه، وتحاول كده فرقه سبورتنج باقتدار انها تاخد الشوط الاول. مستنين ارسالك بقى يا سندس، سندس عطيه السيد، ارسال سريع من سندس ولكن استقبال جيد، وتتشد في مركز اربعه، حائط صد قوي وعنيف قوي من سلمى عصام محمد اللاعبه رقم 8 الخبره كابتن فريق نادي سبورتنج في توقيت اكتر من رائع. وطبعا بقى اللاعبه رقم 8 زهره بن سالم لو تسببت الكرة دي في ان هم خسروا الشوط ممكن المدرب ما يعشهاش النهارده، وتاني اهي كوره ولكن بقى من فوق حوائط الصد كده، او كان في تاخير شويه من فرحه محمد عباس، ولكن الليبرو الهايل هدير محمد كمال حاولت تطلع كورتها وكانت بصعوبه شويه. بترجع كهينة شطوط في اللفة الثالثة للفريق، وهي آخر لفة للدوران على ما أظن لأن النتيجة دخلت فيه بعد العشرين. ونادى تاني بتشد كرة في مركز أربعة تتجرب كده، أنا شايف إن هي كان ممكن يبقى فيها توفيق طبعا أعلى من كده، ولكن كرة أوت سايد. وآدي بقى تبديل بيجري هنا، تنزل اللعيبة دلال مروة عاشور وتخرج اللاعبة رقم ثلاثة، نفس التغيير اللي أجراه كده ياسين جلولي. ندى قرة ناخد بالنا من الارسال شويه، ندى كان ضايع في اللفه اللي فاتت، وادي هنا علت كورتها شويه ولكن المره دي سهله قوي وتنزل كده على نص ركبه، معرفش ايه الداعي ان كهينه شطوط بتستعرض كده باداء، الكوره كانت سهله جدا وعليت لها مظبوط لكن نزلت على نص ركبه، وادي علامات الدهشه. واعتقد ان اذهان فريق المجمع البترولي بدأ من بداية المباراة كده وهي راحة على مباراة غدا، ويمكن ده كان أدى لعدم تركيز الاستقبال وعدم تركيز الإعداد كده بشكل رائع زي ما شفناهم في الصفاقسي. وآدي بقى بينهوا الشوط الأول 25 عفوا للمجمع البترولي 18 سبورت 25 22 عفوا. طبعا النتيجه بتجينا في اخر الشوط خالص. البطوله الافريقيه بقى للانديه هتشتغل كده في مصر هنا، ينظمها النادي الاهلي ان شاء الله، وبنامل طبعا لفرقنا المصريه انها تشترك فيها بقى اول وثاني وثالث الدوري المصري كده، وان كان اتاكد طبعا دخول النادي الاهلي فيها بصفته حامل اللقب والمنظم. وهنشوف اذا كان فرقه سبورتنج اللي انا بناشد طبعا مجلس الاداره الجديد بقياده الدكتور احمد ورده بدراسه الموقف واتخاذ قرار، لان طبعا انا شايف ان الفرقه دي ممكن تدخل دور الثمانيه في افريقيا. هتقول لي ازاي انت عندك هنا في البطوله فرقتين من الجزائر وتونس، هينقصك فرقه من المغرب وممكن تجاريها فريق سبورتنج، والفرق بقى بتاعت نيجيريا وكينيا، يعني انت كده بتتكلم في خمس فرق زائد النادي الاهلي سته، ممكن يكون السابع او الثامن فريق سبورتنج، وممكن دخوله بقى جوه الثمانيه يبقى ليها حسابات ثانيه ويبقى ليها تفاصيل ثانيه كده حسب ظروف المباريات بقى والكاتشنه والاستعداد الطيب للبطوله الافريقيه. وطبعا المجمع البترولي الجزائري لازم نديله حقه اللي لاعب نهائي البطوله العربيه 18 اللي فاتت، وواخد نهائي البطوله الافريقيه من ثلاث اعوام. وادي طبعا ياسمين اودني بقى اللاعبه المهمه جدا اللي كنا قلنا عليها واللي تعرضت كده لاصابه، ونطمن عليها ونطمنكم ان شاء الله. وزي ما نرجع تاني بقول لكم المجمع البترولي كان فاز بنهائي البطوله
العربيه النسخه السابقه، لعب نهائي البطوله العربيه النسخه السابقه وحصل على بطوله افريقيا من 3 سنوات، وقدامه بقى امال كبيره ما زالت موجوده حتى اليوم في الحفاظ على او الدخول في المركز الاول. طبعا كل مدرب طموح مشروع ان هو يكسب بطوله، فهو دلوقتي طامح طبعا او طامع انه يكسب المباراه النهارده 3-0 عشان يدخل قوي مباراه غدا امام الاهلي. وادي بقى المعالجه النفسيه اللي بيحاولها كده يعملها مراد معلاوي وحكيمه بن حسين، بيحاولوا كده يعالجوا اللاعبين من اصابه زميلتهم اللي شتتتهم فتره، ولانها طبعا لاعبه مهمه ياسمين قدني، وهيدخلوا الشوط الثاني ممكن انا اتوقع ان يحصل هزه شويه في المستوى، وبالاخص ان نادي سبورتنج هيبدا يحس قد ايه هو مستواه رائع في الشوط الاول. ومي بقى بتكلم لاعبتها وسلمى خبره الفريق، وادي ليلى كمان ممكن تشارك في الشوط ده، فنتمنى طبعا شوط رائع عشان يمتع الجماهير العربيه والمصريه. مستعد كده حضراتكم لاستئناف اللقاء وبدايه الشوط الثاني. فكان انتهى طبعا الشوط الاول 25 للمجمع البترولي، 22 لنادي الاسكندريه المصري او نادي سبورتنج. عجبني قوي ياسين جلولي، ولكن هو طبعا بيتعامل كده بالنظره مع لعيبته لانه بقاله فتره معاهم ومتعود عليهم، ويعتبر هو وصل بيهم لمراتب كويسه قوي داخل الجزائر. وادي سافره استئناف الشوط الثاني والمباراه والارسال مع نادي سبورتنج، واتوقع ان ليلى فعلا شاركت، ليلى محمد سالم المعد البديل لسندس. وادي كره كده بدفاعات قويه من هدير وترجع تاني سوفت بول، ولكن ندى بقى بعينيها الخبيره كده تاخد نقطه مباشره من رالي كان حاصل بين الفرقتين. وادي 1-0 في بدايه الشوط الثاني، ما زالت ليلى على الارسال، ارسال رائع يا ليلى، استقبال جيد ولكنه غير متقن، وتاني في بطن الشبكه للاعيبه رقم 8 بقى اللي بدات كانت تاخد منها بلوكات كتير كده زهره بن سالم في اواخر الشوط. واتوقع زي ما قلت لكم هزه لفريق المجمع البترولي ودخول كده قوي لفريق سبورتنج واحساسه بالمسؤوليه وممكن ياخد المباراه من وجهه نظري. وادي هنا كره سجال فيها رالي عالي قوي بين الفرقتين، وسلمى بتضرب على تاتش البلوك ولكن ما بيحالفهاش الحظ، ترجع تاني المركز 4. وادي اللاعيبه اللي بتهالي كده ممكن تخرج خلاص من الملعب، ثالث بلوك يتاخد منها دانك او ايس وضرب الكورتين في الشبكه، وادي تاني بلوك هو بيتاخد منها اللاعيبه زهره بن سالم. وليلى ارسال ما يضيعش يا ليلى، المفروض الارسال بعد رالي واخد بيه نقطتين او ثلاثه احافظ بيه بس جوه الملعب، لان لاعبي او لاعبات المجمع البترولي مهزوزين، بداوا يشوطوا في البلوك، بداوا يضيعوا كور، انا كده بديهم ادفانس وبديهم ان هم يرجعوا تاني للاداء. معلش نرجع تاني يا ليلى، 2 على الارسال، كهينة شطوط، ارسال سريع من كهينة واستقبال ساره، وندخل الاستقبال جوه شويه عشان نقدر نشتغل بالسريع، ترجع كده فيها رالي. وادي بقى كهينه بتلعب على الواقف، والكره دي بتاعت الليبرو او ليلى، الاثنين كره بدون صاحب او بدون عنوان نازله في منتصف الملعب، بنقسم الملعب بيننا احنا الاثنين ولازم الليبرو هو اللي يكون اكفأ فيها ويدخل شويه. ترجع تاني لكهينه شطوط اللي عدلت بقى النتيجه ل2-3. وادي ارسال تاني واستقبال يا ندى، اظبطوا الاستقبال شويه، هو مفتاحكم للفوز هو الاستقبال. وادي كره بقى فيها شانس باص كده، وتاني مي بتنزل وكانت هتتصاب برده، ولازم ناخد بالنا بقى من نفسنا شويه يا مي، احنا بنلعب نهائي او بنلعب بالنسبه لنا اخر ماتش في بطوله عربيه، ولكن طبعا انت عندك مشوار في الدوري المصري. كهينة شطوط مره ثالثه على الارسال، ارسال سريع لكهينه، وادي دربكه كده شويه في ملعب سبورتنج، اكيد هيعالجها الكابتن محمد صلاح، ويرجع للكره سهل جدا، وفي مركز 4 بتعلقها كده مي، وترجع تاني لمعد الفريق ليلى اللي بتشد كره في 2، تاخد بانده من البلوكات من ايد ندى قره وتطلع لصالح سبورتنج. بترجع ندى قره على الارسال،
4 سبورتنج 2 المجمع البترولي، واستقبال رائع وبرده نازله على ركبتها الاثنين. معرفش ايه السر في الكلام دوت، ولكن هنشوف طبعا مع اخر المباراه لو ضغط شويه سبورتنج باستقبالات قويه يعزز بيها اداؤه الهجومي هيكون ليه اكيد شكل تاني وممكن يكسب المباراه بسهوله. ولكن هو حتى الان هو خسران شوط وبيحاول في الشوط الثاني ياخده، وكره نوت باص فعلا في خارج الشبكه، هي كانت معززاها البلوك، ولكن طبعا مي طلعت معاها والبنت زينب عائشة مزمات ضربت في الشبكة. 5-2 بدأ بقى سبورتنج كده يزحف ناحية قمة اللقاء، وآدي هنا كرة تانية استقبال جيد ورائع وحائط صد انسايد داخل الملعب شايفينه كلنا. وآدي مي بقى الميزة بتاعتها حوائط صدها توقيتها هايل جدا وبترمي ايديها جوه الملعب. وآدي اللاعبة رقم 8 زهرة بن سالم اللي قلت لازم تطلع من بدري، والمدرب لو سابها اكتر من كده ممكن يتحمل هو نتيجه خسارته بالفارق ده، ونتمنى طبعا انه يسيبها. وادي هنا تاني استقبال مهزوز منها شويه وترفع لها تاني وبتعمل اسقاط، ولكن اروها بقى خلاص وهدير بتاخد منها كده كوره. وادي تاني ليبرو فريق الجزائر عشان ندي كل واحد حقه، بيعمل تراي عالي جدا سليمه بين حموش ودربكه كده في الملعب بتضيع على نقطه ملهاش اي معنى خالص من نادي سبورتنج. ليلى راحت عليها وكانت راحه اصلا لينا، ولكن طبعا الاثنين عملوا تراي يشكروا عليه للكره. وادي استقبال تاني برضو خارج الثلاثه متر يا ساره، دخلي كورتك شويه، ساره اللي استقبلت ولا هديره نشوف. وادي كره في مركز اثنين والبنده اللي عودتنا عليها مي لو الكره صعبه عليها، وتاني في مركز اربعه. وادي بقى كره قويه فيها تاتش بلوك على ما اظن، ولكن طبعا الحكم هو ادرى وحسبها كده من لينا. اضربي في الملعب يا لينا، ولو معكيش بلوك لازم تقرصي على كورتك لتحت شويه. انت هنا ضربتي في التاتش والتاتش مش باين طبعا للحكم او ما خدش باله منه. زهره بن سالم على الارسال، ارسال سريع وبداوا يضيقوا الفارق جدا، وكره من مي ولكن كانت طبعا فيها حمل كده شويه حسبها الحكم الاول. كره كانت مزنوقه المي فحاولت تتصرف فيها، ولكن خدت الكره من تحت ووقفت على ايديها شويه. زهرة بن سالم ما زالت على الإرسال، وأدي أيوة بقى كده استقبال أكتر من رائع وضرب كمان جميل ورائع من سلمى اللي ضربت كرة كده من حوات الصد بنقطة مباشرة، وشايف كده علامات الزعل شوية، ولكن طبعا سلمى كابتن فريق وشخصية قيادية داخل الملعب هتلم فرقتها بسرعة وتلم إهدار النقاط. وأدي بقى مي على الإرسال، ارسالها مؤثر مي، ولكن استقبال جيد المره دي وكره لمزمات. وادي استقبال تاني وكره تشد في اربعه لفريق الجزائر، بتحاول عليها كده لاعبات سبورتنج وتتقلب في اتنين لسلمى، ولكن حائط الصد قاعد ومستنيها وعارف بقى خلاص زواياكي يا سلمى لازم تنوعي شويه في الضرب بتاعك. وبيحييهم كده مدربهم على ادائهم اللي طلعوا من الكبوه اللي حصلت في اول الشوط الثاني. وادي مزمات عائشه مزمات رقم 15 سنتر بلوك عائشه، واستقبال رائع المره دي يا ساره. وادي ليلى لازم تلحق الكره اسرع شويه يا ليلى وترجع سهله كده في ملعب الجزائر اللي ضرب كره من مركز اربعه، بتتاخد حائط صد جميل ورائع من ليلى ولكن من سلمى عفوا، وبنوصل ل 8 دلوقتي التكنيكال تايم اوت الاول. فارق نقطه واحده بس للفريقين 8-7. طول عمرها سبورتنج ولاده بالناشئات البنات طبعا في المراحل السنيه المختلفه، وعندنا كتير قوي في مصر مدربين في كافه المحافظات بيطلعوا ناس كويس قوي. وطبعا بقى لو خدناهم كده على سبيل المثال مش الحصر طبعا لانهم كتير جدا، ولكن طبعا لو بصينا في الدهقليه او من المنصوره هنلاقي الكابتن بقى العملاق القدير احمد فرحات وكابتن عماد المصري وفي احمد كمال وفي العديد والعديد منهم طبعا
اللي طلعوا لاعبين واصبحوا كمان مدربين هايلين جدا، واللي خرجوا نجوم كبار. وما ننساش بقى ان عندنا الكابتن طبعا نور عطيه نجم النادي الاهلي اساسا من المنصوره، الكابتن نور، ومن عمالقه اللعب اثناء ما كان لاعب والتدريب والكاتشانه، وطبعا مدرب اب روحي لينا كلنا. وطلعت طبعا الكابتن ياسين امين عضو مجلس اداره الاتحاد، وكابتن نهاد شحاته والعديد منهم. وعندنا طبعا في القاهره في بقى زي احمد طنطاوي والكابتن شريف رجب واحمد رجب رحمه الله عليه ومحمد السيد رحمه الله عليه، وطبعا استاذنا كلنا واستاذ المدربين الكابتن انور المغربي والكابتن شوقي، وطبعا الكابتن حسن الحصري اللي طلع جيل برده جديد قدر ياخد معاه خامس العالم وسادس العالم. ومن اسكندريه كابتن اسلام عثمان وكابتن جمال صبري وعماد نواره والكابتن حمدي الصافي، طبعا مع احترامي للالقاب والاسماء، وكلهم طبعا اجادوا في الدوريات على مستوى عالي. وفي كتير من دكاتره التربيه الرياضيه اللي بيساهموا باسهامات عديده داخل الفرق المصريه وبيقودوا اجهزه فنيه بالكامل، طبعا بتحقق المستويات اللي احنا شايفينها دي. كل الكلام دوت عشان اقول للساده المشاهدين ان عندنا الكوادر اللي ممكن تطلع لنا لعيبه، في الدكتور حسام عبد العزيز طبعا بيجيد في ادارته لنادي بتروجيت، وفي امثالهم كتير جدا من الناس الخلوقه القديره اللي بتطلع لنا ناس وجيل يحترم داخل القاره الافريقيه او عربيا. ويا رب كده نشوفهم بقى على مستوى العالم زي ما وراهم لنا كده القدير بقى كابتن شريف الشمرلي اللي ماسك حاليا مدير الفني للمنتخبات القوميه رجال، واللي كان حقق لنا بطوله غاليه مع بطولات العالم وافضل مركز حققنا فيه بالجيل بتاع عبد الله عبد السلام واحمد صلاح والسحت والقومي، الناس دي كلها كانت من الجيل بتاع وحسام معد الفريق اللي طوله يزيد عن 2 متر واللي اكتشفه كابتن شريف الشمرلي، وامثالهم كتير قوي. وطبعا الكلام لا هو الا حصر بس او محاوله كده ليه ان مصر بتسير بخطى جيده على مجال الناشئين. نرجع تاني لمباراتنا بقى اللي بقت ماشيه سجال بين الفرقتين، مع الفارق كده ان في حماس اكتر شويه من جانب نادي سبورتنج، وحتى البدلاء بيشجعوا فرقتهم بطريقه تجبرهم على الاداء المشرف. وادي كانت كره قويه من لينا بتاخد ايد البلوكات وبتضربها لينا كده بفترة شويه تحقق بيها نقطه لفرقتها وترجع على الارسال وتلعب ارسال قوي لينا، ولكن هم طبعا موجهين ناحيه ارسالات قويه وفيها عنف شويه او فيها مخاطره شويه اجريسيف، ولكن طبعا ناقص بقى الاتقان ان الارسال يبقى داخل حدود الملعب. دلال عاشور على الارسال، لعبت كده ارسال في زمايلها. يلا بنات، هايل هايل والله. طبعا بيدل بقى على التركيز بدا يقل شويه، ولو دوسنا كده يا ساره زي ما بيكلمك كابتن محمد صلاح دخل الاستقبال بس جوه التلت اكتر من كده عشان المعدين يقدروا يشغلوا السريع شويه. عندنا فرحه بتضرب كور سريعه كويسه جدا، وعندنا هند نبيل، وادي ارسال لفرحه، سهل استقباله يا فرحه المره دي. وادي حائط صد بينزل تاتش كده في رجل سليمه حموش ليبرو، فريق مواليد 84 كبيره في السن سليمه، والمفروض كنت متوقعه الكوره احسن من كده يا سليمه، ولكن طبعا ليلى بقى فرحانه بالبلوك اللي خدته وبيقرب فرقتها كده اكتر واكتر. تاني فرحه ارسال، ارسال قوي يا فرحه ومميز واستقباله رائع المره دي من سليمه، ومحاوله كده للتغطيه او للدفاع، ولكن طبعا الكره كانت مقطومه شويه وحاولوا عليها فرقه سبورتنج. على ارسال سنتر البلوك البديل نسرين مروان اللي نزلت مكان ليندا اللي نزلت مكان ياسمين اودني، وادي ارسال مع استقبال مميز ومحاوله للاسقاط، لكن ليلى استعجلت فيها شويه. سلمى تاني بريست ايديها، تغطيه كده من عائشه مزمات، ترجع في مركز اربعه، وكره ما تتقدرش صح من اللاعبه رقم 8 اللي خرجت بره الاداء، وده طبعا بفضل الضغط عليها في الارسالات وحوائط الصد، وارتبكت خالص وضيعت كورتها زي ما احنا شايفين. وليلى كمان كانت مأكده عليها في حائط صد قوي. وادي ليلى رجعت على الارسال، ارسال سهل يا ليلى المره دي، ما ينفعش مع فرقه زي دي،
والله عليك يا هدير، وقفت في المكان الصح ونازله تحت صح وطلعت كورتها، ولكن طبعا ما بنفنش النهايه المرجوه، وده كان من احد الحاجات اللي قال عليها كابتن محمد صلاح وكابتن اسلام جمعه، ان الفرقه دي لو اكتسبت خبره هيبقى الفينش بتاع الجيم بتاعهم احسن من كده، وكان ممكن ينهوا مباراه صفاقسي، ولكن طبعا بنلاقي ان نهايات الجيم هي اللي بيحصل فيها اخطاء ممكن ما تختفرش للاعب، ولكن ده لقله الخبره. وادي كره هنا فيها سجال سهله، ولكن طبعا ثابتها هي لكهينه شطوط، وكان في دربكه بينهم كده، وترجع ندى قره على الارسال. ارسال ندى، ارسال سهل يا ندى، بقينا اتخلينا خلاص عن الارسالات اللي فيها مخاطره، وبنحط بس ارسال في الملعب، لان اداء فرقتنا الى حد ما بقى مميز، وده كلام مظبوط جدا من المدير الفني. طالما الريسك بتاعي في الارسال ما بيحاليش النقطه اللي انا عايزها او الصعوبه في الاستقبال، وعمال يخسرني نقاط مباشره، ارجع بس والعب ارسالات موجهه او خططيه على لاعبي مركز اربعات، وده اللي عمله كابتن محمد صلاح. وادي كره ثانيه سهله، سوء في التقدير كده في الاستقبال من لينا، وتحاول عليها الليبرو الهايل جدا اللي عاجبني حتى الان ساره طارق، عندها بس شويه حاجات كده لو اتظبطت ساره طبعا، ومع صغر سنها مواليد 95 هتبقى ليبرو هايل لمستقبل فريق سبورتنج. وادي لينا في الخطوط الخلفيه ما كانتش مركزه، ولكن بحييها طبعا على ادائها على الشبكه النهارده، ظبط من نفسها شويه في الهجوم، واكيد بقى في الاستديو التحليلي كابتن هيثم في ملوك الصالات والكابتن منى والكابتن احمد ثابت هيقولوا لنا قد ايه اللي حاصل مع فرقه سبورتنج بعد المباراه. كره ثانيه كده تتعكس في مركز اربعه، وادي البلوك المره دي يا مي، ولكن خبطت كده معاكي في ايد سلمى، خرجت الكره خارج الملعب، وادي سلمى بقى زهقانه انها ما خدتش بلوك، ولكن معلش يا سلمى انت بتجيدي ومؤثره داخل فرقتك، حاولي بس جسمك يلف جوه شويه وتزقي شويه بايديكي اليمين داخل الملعب. كرة تانية سهلة وسريعة واستقبال أكتر من رائع، وتاني سلمى هي وبتعوض كورتها، ولكن قد إيه الديفنس هايل من سليمة حموش، وترجع كده كرة سوفت بول وترجع تاني سهلة من سلمى، ولكن برضو قد إيه ديفنس هايل تاني من سليمة حموش. وشوفوا بقى أخطاء التمركز هنا، ندى بدون حائط صد ما زالت واقفة في مركزها، وده صحيح 100%، ولكن لاعب الطرف او لاعب مركز اتنينات اللي هو واقف في مركز واحد اتقدم شويه ففتح الملعب، صعب المهمه شويه على ندى قره. وطبعا الكابتن محمد بقى في التايم اوت هيقول لهم كل الثغرات دي من الداتا فولي بقى او التحليل اللي معاه، والفارق مش كبير خالص، يعني فارق نقطتين تقدروا يا بنات تعملوها وتكسبوا الشوط ده، وبعلم تحليلي كده نقول لو كسبتم الشوط ده ممكن يبقى ليكم شان كبير داخل المباراه وتفوزوا بالمباراه. وطبعا هنا شايفين المدرب اللي بيتكلم هو المدرب المساعد مراد معلاوي، لان طبعا ياسين جلولي في الشوط الاول اتعصب شويه وخرج بره الاداء، فبدا الناس كده هو يركن نفسه شويه، وده طبعا قد ايه بقى تيم وورك هم شغالين مع بعض. وهنا حتى وهو بينبه بص عصب ازاي في ادائه، بينبه بعصبيه وبيتكى كده على البنات شويه، منها تبويخ وفي نفس الوقت احساس بالمسؤوليه. طبعا الاشارات دي بقى بنتعلمها كده في الاكاديميات وفي الاتحاد، هنا بيدونا دراسات يقولوا لنا ازاي نتعامل مع مواقف المكسب والهزيمه، وطبعا الاتحاد المصري ما بيتواناش لحظه في تعليم المدربين الكلام ده، والاتحاد الدولي طبعا للي عايز بقى يثقف نفسه ويطور من ادائه كده بيسعى، وعندنا هنا في مصر ناس كتيره جدا حاصلين على المستوى الاول والمستوى الثاني دولي، ومش محتاجين احنا ابدا مركز تطوير، لان احنا عندنا جينات تطوير انفسنا، وان شاء الله نبقى مدربين ولاعبين على قدر عالي من المسؤوليه والعالميه في الفترات القادمه ان شاء الله، في ظل كده تولي مسؤوليه جديده واتحاد جديد نشيد به بالمسؤوليه والاخلاص، وان شاء الله يحقق لنا المزيد من الانتصارات. الله يا سلمى عليكي، تاني كوره من مركز اثنين، اللي عاجبني في سلمى قوي بتاخر كتفها لغايه لما تسحب الحائط الصد في اتجاه وتضرب بريست ايديها في اتجاه تاني. وادي بقى العصبيه بتاعت ياسين جلولي اللي بيعنف كده عائشه مزمات، لانها راحت سحبت مع سلمى على انها تضرب في اللاين، راحت موجهه ريست ايديها في الزاويه، وطبعا بنقطه حريفه او نقطه مباشره.
ترجع تاني في مركز أربعة، كرة كان فيها تاتش ولكن المرة دي ندى بتجيبها. ومركز أربعة للاعيبة اللي حلت في الملعب رقم 10 اللاعيبة ملك عمرو اللي أول مشاركة ليها في اللقاء مكان لينا، ولكن لازم أجري شوية. ده بس تعقيبي على ليلى، بنروح للكرة بطيء شوية. ليلى لازم تتوقع إن الكرة مزنوقة، لازم توصلي قبل الكرة مش بعدها، وتجري بس رجليكي أسرع شوية. أنت لعبة هادية والمعد لازم يبقى هادي، ولكن في نفس الوقت لازم يبقى سريع جدا. ده يمكن اللي بتعمله سندس، انها بتحاول توصل للكره باقصى جهد ممكن. وادي الكره هنا مباشره امام ندى قره، وما زال بقى ياسين جلولي كده متعصب، عايز كده يفرق بالاداء بعد ما كان ضاق السكور شويه بين الفريقين. وعائشه مزمات على الارسال. استقبال جيد من ندى ومنتصف الشبكه. ادي هو ده اللي المفروض نعمله من البدايه، واللي اكيد لسان حال الكابتن محمد صلاح والكابتن احمد صابر. يا جماعه شغلوا نص الملعب، عندهم نص الملعب دلوقتي في اللاعيبه البديله مش قوي زي ياسمين ادني، عندهم نسرين مروان اول مشاركه ليها ولعبوا عليها كتير، ولكن طبعا الاستقبال هو اللي بيوجه الكلام ده كله. وادي ارسال تاني قوي خارج 3 متر، وكره تروح كده سهله، كان لازم نزقها شويه كمان يا ندى يا قره. وكره في اللاعيبه رقم 10، وادي اي حاجه باي لاتش تخبط كده تعمل باندا في ايديها وتخدمها الكره شويه للاعيبه رقم 7 ساره بالحسين، وتحط الكره في مركز واحد طبعا بدون ما تقصد، ونقطه مباشره لفريق المجمع البترولي. وعلى قد كده باين توتر على الجهاز الفني الجزائري، ولكن طبعا الاخطاء الفرديه هي سمه الاداء حتى الان في نادي سبورتنج. خطا فردي وليس جماعي، الفرقه واخده شغل تكتيك كويس جدا، ولو ساعدها المهارات الفرديه للفريق اكيد هتكون افضل من كده بكتير. طبعا بقى مش هنتدخل في التحليل، هنسيب بقى ملوك الصالات يحللوا ويوضحوا لحضراتكم كده الكلام. انا بس ما هي الا رؤيه بنقلها لحضراتكم من خلال مشاهدتنا كلنا. وادي تعليمات الكابتن محمد صلاح واحمد صابر، ممكن يكونوا راضيين عن الاداء ومش راضيين عن الاداء المهاري، ولكن راضيين عن الاداء الجماعي والاصرار داخل الملعب. وبدانا بقى نشوف الجمهور كده بدا يتوافد للصاله لمؤازره النادي الاهلي، حتى وان كانت المباراه سهله زي ما كلنا متوقعين امام شباب الصحافه السوداني 20 السوداني. ان كانت المباراه سهله، ولكن طبعا الاهلي ما بيعرفش سهل ولا صعب، سيستم واحد وقياده واحده واسلوب واحد في اداره المباريات وفي اداره الجمهور. والجمهور طبعا زي ما انتم شايفين بيدير نفسه وبيحقق كده كفاءه على فرقه الاهلي. وادي تاني كره بترجع وفي اللاين بقى، وغيرت كده من اسلوبها فرقه سبورتنج، تضرب في اللاين طويل لملك اللي اكيد الكابتن محمد نبههم ان الزوايا مقفوله تماما، حاولوا كده تستخدموا اللاين. وادي رضا كامل على وجهه طبعا بيهز دماغه كده للعيبه يقول لها ايوه كده كملي كمان يا ملك. من اللاعبات صغار السن ملك، مواليد 97 وعندها 1.73 ورجعت على الارسال، ويا رب كده ارسال بنقطه مباشره ولا ايه، ولكن ما فيهوش صعوبه. ده يا ملك وداخل الملعب بتقدمي بدري قوي يا سلمى، لازم تاخري شويه تشوفي البلوك بتاعك شكله ايه. البلوك قفل ومفيش خلاص ثغره في اللاين، تبداي تقدمي عشان بنميل احنا مع الضرب. لو البلوك ما قفلش كويس يبقى معنى كده ان الملعب بتاعك مكشوف، لازم تاخري شويه. وادي دلال مروه عاشور بارسال مباشر، وهي دي بقى نقط الخبره اللي قلنا عليها، اللي انا مهما اجيد داخل ال 20 نقطه اللي في الشوط لازم اخر 5 نقاط اقلل فيهم اخطاء الشخصيه. واللي على اساسه بقى خد الكابتن محمد صلاح وقت مستقطع. 22 سبورتنج 22 المجمع البترولي 18 سبورتنج، 4 نقاط مش كتير ابدا. وفكرت حضراتكم بالمباراه اللي كانت بين انسات روسيا والبرازيل في نهايه البطوله الاولمبيه، كانت البرازيل متسيده المباراه 2 لا شيء، والشوط الاخير 24-19، ومع ذلك جت روسيا عن طريق اللاعبه جودينا نزلت غيرت مجرى الاحداث تماما، كسبت الشوط 26-24 وفازت باللقاء 3-2 واحتلت المركز الاول في دوره اولمبيه. مفيش مستحيل ابدا في الكره الطايره، وده اللي بيجعلها تشوق الجماهير وتجعلهم يلتفوا حول شاشه قناه الاهلي العريق.
كرة كده تاني بترجع سهلة مع استقبال ودفاعات جيدة، وتاني في ايدي حوط الصد وتغطية جيدة من سليمة حموش، وتاني في مركز اربعة خافت خلاص البنت رقم 8 زهرة بن سالم، بقت تضرب كده كرة برست ايديها، ولكن بقى ادي النتيجة اهي. ندى بتيجي بخبرة تقول لها ازاي كرة تتضرب برست الايد وازاي ندى تحقق بيها نقطة، وطبعا عمالة تعتذر كتير قوي زهرة بن سالم، لكن اتوقع ان هو ما عندوش بديل ليها، او اتوقع ان هو سايبها في المباراة يقرص عليها شوية عشان يفوقها نفسيا لمباراة غدا امام الاهلي. فرحة محمد عباس على الارسال وبيدي الفارق بنقطتين، وادي ارسال سريع ولكن عجباني سليمه حموش، لازم ندي كل واحد حقه. سليمه من الليبروهات المتمكنات، وطبعا خبرتها بقى العاليه مواليد 84 سليمه مخليها كده متقنه لادائها وواثقه من نفسها، بصرف النظر ان في اخطاء بسيطه قوي زيها زي اي حد من اللاعبات، ولكن طبعا المجمل بتاعها كويس قوي. وبنشوف الكابتن محمد بيستخدم الاثنين الليبرو اللي عنده، هدير محمد كمال وساره طارق مصطفى ما بين الاستقبال والدفاع، وطبعا بيبقى في بقى حد مميز في حاجه عن الحد الثاني فبيبدا ينوع ما بينهم. وادي استشعار الخطر هنا خلى برج المراقبه في البترول الجزائري كده يشير الى وجود خطر في الطائره البتروليه، وبدا المدرب ياخد تايم اوت بعد ما وصل الفارق لنقطتين مع فريق سبورتنج اللي مقدم لغايه الان عرض يليق فعلا بسمعه الكره الطائره المصريه لفريق اول مره يشارك في البطولات العربيه. يلا يا فرحه. ارسال مميز من فرحه، ولكن زي ما قلت خبره الليبرو بيقدر يحط الكره في المسار اللي فيه المعد الفريق الجزائري. وادي هنا كده كره اي حاجه بترجع تاني سهله لملعب سبورتنج، نقدر نغطي منها ازاي دي يا ليلى وتعكسها لسلمى اللي بتضرب من فوق حائط الصد لمي عفوا، ولكن بقى كره سهله وتيجي الكره كده في ايد معد الفريق ليلى وترجع تاني سهله لملعب الجزائر، وتاني تعمل اسقاط، ولكن المره دي وقت لها بقى ومستنيها مي الخبره اللي عندها احساس عالي قوي بسنس البلوكات وتوقيت البلوك، وتاخد منها كوره بترجع برد فعل عالي من فريق الجزائر ولكن خارج الملعب. زي ما قلنا نسرين مروان قليله في مركز سنتر بلوك اللي نزل بديل مكان ياسمين قدني، لازم نضغط عليها دلوقتي يا محمد صلاح، واكيد انت تعليماتك هي كلها نبوظ استقبال عشان يضربوا بيه لعيب واحد من طرف مركز اربعه، بنروح للدبل بلوك ونغطي عليه دفاعات قويه، وده اللي حاصل دلوقتي اهو. وادي من على سن الشبكه لمي، الحمد لله على السلامه يا مي، نورت ملعبك ونورت فرقتك، هاتي انجاز لفرقتك اليوم وقللنا الفارق خالص، وبقى الجيم كده مقفول، وان شاء الله تفوز بيه سبورتنج ويتحقق لنا كده الهدف المرجو من المباراه اليوم ومن الاشتراك في البطوله اللي اتحقق خلاص، وهو اكتساب اللاعبات لخبرات دوليه زي ما صرح طبعا الكابتن محمد صلاح ورئيس البعثه الكابتن اسلام جمعه. وادي كره ثانيه بدربكه، وممكن هنا بقى يحصل فيه التفوق لنادي سبورتنج، وادي ندى بتاخر كتفها وتضرب ريست ايد كده في ايد رقم 11 ورقم 2 معد الفريق، ونقطه ضعف كبيره قوي رقم 11 نسرين مروان، ولو يسالني كده مدرب فريق الجزائر ياسين جلولي يعمل ايه في الورطه اللي هو فيها، كان عنده ياسمين قدني هي اللي بتاخد لفه المعد لفتين، فبالتالي ياسمين كانت خبره عاليه لانها مواليد 89 وفي نفس الوقت سنتر بلوك قوي وبتقدر تجيد التعامل مع الكرات اللي زي دي، فكانت بتغطي العيب اللي موجود عند المعد كهينه شطوط. وان حبيتوا دلوقتي تعرفوا نقول ان الكابتن ياسين جلولي لازم في الشوط اللي جاي يعكس دورانه يرجع المعد مع اللفه الثانيه او يقدم لعيب سنتر البلوك عائشه مزمات، وان كنت برضو اشك في انها تجيد زي ياسمين قدني مع معد الفريق لان عندها مشكله عائشه مزمات في زياده شويه في الوزن، فلو لعب عليها كره وان او كره سريعه وشد الملعب وغيره الناحيه الثانيه هيبقى في صعوبه للبلوكات، وبتهيألي الشغل ده كله محمد صلاح بقى هيعمله ولا ايه، وهنشوف كده مجريات الاحداث هتوصلنا لفين مع ارسال فرحه محمد عباس. الله يا فرحه، ولكن برضه ادي بقى الاتقان بتاع ليبرو الفريق وخارج الملعب، وخلاص نقطه لسبورتنج ولا ايه ويفوز باللقاء، هنتابع مع حضراتكم. وادي هنا بقى البنات بقى اللي بيأزروا كده فرقه سبورتنج
والصاله بدات تبقى فيها جماهير النادي الاهلي، اللي اتوقع ان سبورتنج لو خد الشوط دوت جماهير النادي الاهلي هتقف مع سبورتنج بصفته الفريق المصري الثاني المشارك في البطوله الافريقيه، وعشان كمان البطوله تتحسم بدري. ولو الجماهير يفطن للنقطه ديت ان لو الاهلي النهارده اما فاز بمباراه او ضغط على فرقه الجزائر هيوصل النتيجه بكره باقل مجهود للاهلي ان شاء الله. وطبعا الاهلي مش محتاج ده، ولكن مفيش مشكله ان احنا في سلاح في ايدينا بنستخدمه، فسلاحنا النهارده هو اجاده نادي سبورتنج العريق في مجال الفتيات طبعا في الكره الطايره، واللي خرج كتير من اللاعبين الدوليين في الرجال برضو. وطبعا اول توقف بقى نقول اسمائهم ايه، واللاعبه رقم 9 جوهر عطوش بتنزل كده لسرعه ارسالها ولا ايه، هنشوف. وادي فعلا ارسال مؤثر، ولكن استقبال اكتر من رائع من ساره، وندى قره كان يحالفك التوفيق فيها، ولكن ترجع تاني كره سهله اهي هنلمها، برافو علينا يا ساره. وترجع بقى لمي، مش وقتها يا مي، هي رجعت تاني لادائها رقم 8 زهره بن سالم بقى، وغضبت كده بعد ما اتاخد منها بلوكات كتير من مي يا عيني، راحت قالت لها لا انا هاخد منك كره قاتله. وان كان الاداء دلوقتي سجال بين الفرقتين، ولسه يا بنات لسه نكمل، معناش تايم اوت للكابتن محمد صلاح، هنشوف هيعمل ايه مع فرقته. وارسال تاني واستقبال خارج الثلاثه متر، وادي ندى قره باقتدار في ايد معد الفريق وهينا شطور. قد ايه يا ندى بتجيدي، وافكر حضراتكم بالتكنيكال تايم اوت الثاني واللي بدات فيه تظهر اللاعبه رقم 10 ملك عمرو ابراهيم، وضربت كره في اللاين. من ساعتها قلنا ان الكابتن محمد نبه على لاعبته يضربوا كتير في اللاين، وده فعلا اللي بيحصل، كل التاتشات اللي جايه من على اللاين او من على الخط من ايد المعد. وادي عائشه مزمات اللي قلت لكم عندها تقل شويه في الوزن، مش هتسع في المعد بتاعها. وادي ديفنس حيا وفي وقت قاتل جدا يا ندى، ولكن معلش في تراي قوي قوي من اللاعبه رقم 10 ملك عمرو ابراهيم. و25 25 قد ايه المباراه حلوه، قد ايه ممتعه بالنسبه لمشاهدينا على قناه النادي الاهلي، قد ايه في اثاره وحماسه من لاعبات مصممات على تحقيق مكسب معنوي ومادي داخل مباراه تعتبر قويه بالنسبه لاي فريق مع المجمع البترولي اللي واخد بطوله افريقيا من 3 سنين وللاعب نهائي بطوله ضد النادي الاهلي. وادي هنا تاني هنشوف كده سلمى بدون تغطيه، وادي بقى الخبره اللي قلنا عليها، ما ينفعش في اوقات زي دي اسيب التغطيه، ما ينفعش ان انا اقدم كلنا ورا البلوك واسرح كده زي ما حصل واسيب خطوط الخلفيه للملعب. طبعا بقى كفر على الضارب ليه طرق كتير، واكيد الناس دي حافظه الطريقه بتاعتها، ولكن زي ما قلت لكم الاداء بياخد اللاعب شويه، بالاخص لو مفيش الخبره العاليه بياخد الاداء وبيسرح كده من مركزه اللي المفروض يقف فيه، وهي دي الغلطه اللي بتحصل مش مع فريق سبورتنج بس، مع اي فريق للمشاركه الاولى. وادي الثانيه اهي، والمفروض بقى زي ما قلنا بنتعلم من اخطائنا. خلص الشوط الثاني 27 25 لفريق المجمع البترولي. طبعا يعني عايز اقول لكم بقى ان المفروض ان لو سبورتنج على الورق كده اخذ الشوط ده كان ممكن يدخل في اجواء اللقاء وياخد المباراه كمان، ولكن اتوقع الشوط اللي جاي يحصل هبوط شويه للمستوى في نادي سبورتنج، نظرا طبعا لان كان في ايديه حاجه وضيعها بسهوله في اواخر الشوط، ضيعها بخطا تمركز من تغطيه على البلوكات على الضارب عفوا، وخطا تمركز في الاستقبال بخطا مباشر قاتل في النقطه الاخيره. معلش نرجع تاني ونشوف الدنيا فيها ايه، ونشتغل كده مع محمد صلاح وندعو بقى الجميع لمؤازره نادي سبورت. طبعا حضراتكم بقى مع اجمل اللقطات كده بين الشوطين،
وطبعا بنؤكد على ان اللاعبه رجعت لارض الملعب بالسلامه، تم فحصها كده في خارج الملعب، وطمنا كده من مراسل قناه الاهلي ان اللاعبه بمنتهى الكفاءه، في بس جزع خفيف كده، هنشوف على اساسه بقى اذا كان هيتاخد قرار بمشاركتها غدا ولا ايه. لكن طبعا ما كناش عايزين نسيب بقى حجه لاي حد ان اللعبه الفرقه لعبت وهي ناقصه او كده، وان كان ده وارد في الفرق كلها، وزي ما احنا عارفين ان الفريق اللي جاي يلعب على بطوله لازم يكون عنده بديل واثنين وثلاثه، فابدا ما تكونش دي حجه اي فرقه ان انا عندي اصابه منعتني من الفوز. انت جاي بتشارك، مش بتشارك بس لمجرد المشاركه، ولكن بتشارك انك تاخد بطوله قويه. وادي بقى الكابتن جعفر علي رئيس اللجنه الحكام العربي في البطوله العربيه، وادي حكامنا او حكماتنا المصريات، وعلى بركه الله كده نبدا الشوط الثالث بعد تاخر نادي سبورتنج بشوطين. و المجمع البترولي ما زال انا شايف عنده ثغرات كثيره جدا، بس هي محتاجه شويه للاعب عشان ينفذ خططي، لازم يكون عنده مهاري متقن ولازم يكون عنده خبرات معينه عشان يلعب على فريق تقيل زي فريق المجمع البترولي. واكيد الكلام ده كله هنتناوله بقى في التحليل مع ملوك الصالات والكابتن هيثم والكابتن منى والكابتن احمد ثابت. كان الكابتن هيثم قدم لنا كده او قدم للسادة المشاهدين اقتراح في رجوع الجماهير تاني مرة تانية، وان اكتفينا حتى في البداية كده بألعاب الصالات بس ونرجع فيها الجماهير من جانب واحد، اي لو في مباراة مثلا للأهلي واي فريق من مصر يبقى على ملعب الأهلي يحضر جمهور الأهلي، ولو في مباراة لمثلا فريق سبورتنج في اسكندرية يحضر فريق مشجعين فريق سبورتنج. وبكده نبدا واحده واحده نقول للجمهور قد ايه احنا مهتمين بيك وقد ايه بيسعدنا وجودك في اللقاءات. وطبعا ده كان اقتراح مهم جدا واكيد هيتم دراسته عن طريق عرضه بقى من برنامج ملوك الصالات والكابتن هيثم. بدايه الشوط الثالث، وكهينا شطوط على الارسال، بيتأكد كده الحكم الثاني من دورانات الفريقين. يتم بقى تجهيز ورق الدوران كده والتسجيل للمباراة القادمة، مباراة الأهلي والسودان. وادي بداية صافرة الشوط الثالث مع كهينة شطوط، ارسال سهل، استقبال جيد من ندى، شد كده في مركز اربعة لسلمى، وكرة قوية ولكن الليبرو المتألق في صفوف المجمع البترولي واللي حتى الان شايل كده كور كتير قوي من فرقة سبورتنج، وترجع تاني كده بسجال. وادي بقى القعدة الشهيرة لكهينة شطوط، بتقعد بدري على ركبتها، ولو الكرة فيها رالي او رجعت تاني ما بتقدرش خلاص تتحرك، وده بيتهيألي حاجة لازم تلفت نظر مدربها وتلفت نظر القائم بقى على المنتخبات، ان لازم لو لعيبة مهمة زي دي يشوف هل هي ديت نمط جديد عليها يحاول يعدله، او حاجة متأصلة فيها يحاول يغيرها. ولكن طبعا هم ليهم مطلق الحرية. ترجع كده كرة تاني لسلمى تضرب في اللاين، ولكن بقى لفينا جامد شوية سلمى بريست ايدينا وبكتفينا، لازم الف الحاجة واحدة بس بالريست او بالكتف. كنت دايما اقول للاعبات الناشئات كده. ارسال سريع، استقبال اكتر من رائع من ساره، شد كده في مركز اربعه، تاني ترجع لينا بدايه اللقاء يا لينا، لازم تاكدي وجودك شويه، وترجع تاني كره سهله في مركز اتنين، وحائط صد الاول من نوعه بقى من مركز اربعه للضارب رقم اتنينات، بناخد بيها نقطة مباشرة كده من لينا، ونرجع تاني بالإرسال لسبورتنج. وآدي بقى زعلانة رقم سبعة سارة بالحسين، ولكن عايزين كل ده كله من ده لينا. ومي ترجع على الإرسال، وإرسال طويل آخر الملعب مع استقبال أكتر من رائع، وتطلع بحريتها خالص عائشة مزمات، وبتهربها كده من البلوكات بخبرة
كهينة شطوط ولازم بقى ندخل ايدينا جوه شوية. عائشة على الارسال. ارسال سهل والاستقبال المرة دي قلش مننا، وقال تغطية فيها سرعة رد عالية من ندى قرة وترجع تاني في مركز اتنين، وادي اسقاط ولكن بقى تقراها سارة وترجع تاني لليلى تتشد في مركز اربعات. ولكن كله سهل كده مش هينفع يا جماعه، حتى لو كنا بنرجع الكوره لازم يبقى فيه عنصر المجازفه والقوه شويه، وتعكس كده ليلى كوره تزنق بيها سلمى ولكن تتصرف بخبرتها، ترجع تاني في مركز اربعه للجزائر ببلوك قوي جدا من فرحه وسلمى كابتن الفريق، بتاخد بيها نقطه مباشره سبورتنج، وقادر سبورتنج على انه يعود للمباراه بفوزه باللقاء او بالصوت ده على الاقل عشان يرجعه تاني لاجواء اللقاء. ما بيتسربش ليه ابدا الياس وهو من الفرق القويه. ارسال سريع خارج الملعب. لازم نقلل الاخطاء الشخصيه شويه. طبعا كان بقى في محادثه كده مع كابتن هيثم وكابتن احمد ثابت، وكابتن احمد ثابت الصراحه قال معلومه مهمه جدا بالنسبه لموعد البطوله، ان هو بيتواكب مع امتحانات الجامعات والمدارس، فعشان كده الاقبال الجماهيري للبطوله عامه مش عالي، وان كان يتم دراسه بقى الموعد في السنوات القادمه لو هتتعمل داخل مصر ما بين الاتحاد العربي والاتحاد المصري لتقديم او تاخير الميعاد عن كده عشان يلاقي فيه اقبال جماهيري اكتر. وكنا طبعا شايفين في بطوله 23 سنه اللي اتعملت هنا بطوله العالم ما كانش في مكان لرجل اتصالت تستوعب 25,000 واحد، وطبعا اخذنا اشاده من العالم كله بحضور الجماهير. وادي ما زالت الاخطاء الشخصيه نتيجه الحماس الزائد او عدم التمركز الصحيح للاعبات صغيرات السن، وتاني برضو ما بين لينا وليبرو الفريق. ساره شايله الملعب كله الصراحه استقبال، وحاولت كده تغطي على لينا ولكن ما كانتش كورتك يا ساره. تاني ارسال سريع، وادي بقى ساره بخطا تاني مباشر. يمكن انا توقعت كده مع بدايه الشوط الثالث وقلت لحضراتكم الشوط الثالث هيحصل فيه انهيار شويه للمستوى نتيجه طبعا ان انا وصلت الهدف وما قدرتش اكمله في اخطاء شخصيه سهله جدا. وسته الجزائر اربعه سبورتنج المصري، وتاني استقبال خارج 3 متر ونضرب كره كده على استحياء ما توصلش غير سهله، وادي اسقاط بيتعمل من اللاعب رقم 11 البديله نسرين مروان، وضربه من خارج ال 3 متر ولكن فات شويه سبورتنج التركيز اللي كان نازل بيه بدايه اللقاء والشوط الثاني. ومفيش بقى ما باليد حيله غير اني اجازف يا بنات والعب بمنتهى القوه وما يهمنيش حاجه ومش باكين على حاجه، لازم تلعبوا بقوه واجاده اكتر من كده. وان كان طبعا ده كله اكتساب للخبرات وفي صعوبه شويه ان انا اكتسبها في لحظه، لازم طبعا مع مدار مباريات بقى متتاليه. ادي ارسال سريع مع استقبال جيد، وكره كده من مي زي ما عودتنا ان هي التايم بتاع بلوكها كويس جدا. وادي هنا الليبرو الهايل سليمه حموش اللي شايله الملعب كله. وما زالت اللاعبه رقم 8 زهره بن سالم باخطائها الشخصيه برضو. وادي تاني استقبال خطا من دلال مروه عاشور. تاني رجع المدرب ما عجبوش الاداء، وهي دي الفرصه بقى لنادي سبورتنج انه يرجع تاني لادائه ولرونقه كده اللي كان في الشوط الثاني، ويضغط على فرقه المجمع البترولي محاوله للفوز بالمباراه. وادي تاني اهو، وتغطيه جيده المره دي يا ليلى، وتترفع في الخط الخلفي لكن ما كانتش جاهزه ليها لينا،
وتاني كرة فيها دربكة كده من فريق الجزائر اللي بدأ تركيزه وكمان يقل، وسايبين اللاين خالص فاضي بدون أي تغطية. وادي لينا بقى تفهم من مدربها كده في التكنيكال تايم أوت الأول أتحرك إزاي في اللاين، وممكن يكون في تغيير في الخطة كده يقوله الكابتن محمد صلاح، لأن فرقة الجزائر بدأت تضرب في اللاين كتير قوي وفي اللاين مش الصريح اللي هو أواخر الملعب اللي بقى مكشوف جدا عند فرقة سبورتنج. فرق نقطة واحدة يطمن سبورتنج شوية ان هو ممكن يرجع للقاء والأداء، وانا معاه ان هو يجازف بقى خلاص ما يبكيش على حاجه ويبدا يلعب بمنتهى القوه ومنتهى الارتياحيه، ما عندوش قلق ولا توتر من ناحيه المكسب او الخساره. ولسه انا شايف برضه على وجوه البنات كده في بعض منهم لسه واخد الموضوع برهبه اكتر، وان كان فيهم دوليات بنات لعبوا مع منتخب مصر، فالمفترض ان هم يكونوا في الاجماع كلهم على قلب واحد وروح واحده وما يحصلش فيه دروب كده مهاري لاي منهم. المجمع البترولي الجزائري، 7 سبورتنج. لعبة رقم 11 على الإرسال نسري مروان لعبة سنتر بلوك، نزل بديل مكان ياسمين أدني، وادي استقبال جيد المرة دي وتتشد في مركز 4 لندى، ولكن ما تخلصش يا ندى. وادي بقى هنا دربكة كده ما بين عائشة مزمات و كوهينا شطوط، والاثنين كده شكلهم مش راضيين عن اداء بعض. وادي المدرب كمان بيكمل عليهم ياسين جلولي اهو زي ما انا شايف. كويس كده الاداء ده، نضغط عليهم اكتر. وادي سلمى وتغطيه جيده من سبورتنج وتشد مركز 4. ندى حاول يا ندى ترمي اسقاطك جون اخر الملعب شويه عشان ياثر عليهم. وادي تاني ليلى، اوصلي اسرع يا ليلى. وسلمى بقى تلمح كده بؤره او فجوه موجوده داخل ملعب الجزائر بترمي فيها كورتها، وبدا تاني نادي سبورتنج ينشط ويصحو كده من الغفله بقى اللي كانت حاصله مع الشوط الثالث، ويحاولوا ياثروا شويه على فرقه المجمع البترولي. ومش وقتها خالص يا ليلى، لتاني مره بيضيع مننا الارسال في توقيت صعب وحساس على مدار المباراه. طبعا عندك حق يا كابتن محمد. كهينة شطوط، ارسال سريع من كهينة، استقبال خارج 3 متر، شد ليلى كده وتكون خارج الملعب شويه. وادي تاني بنضف في البلوكات، لازم انا نازل هنا يا ليلى عشان حاجتين، نازل عشان اخد البليسنج اللي فوق حائط الصد، وكمان اخد التاتش القريب اللي جاي زي ده كده اعمل عليه تراي، ولكن طبعا الكره غيرت اتجاهها بسرعه. ممكن اعمل عليها تراي ما الحقهاش، بس اعلي من الروح النفسيه والمعنويه لفرقتي، ما سيبش الكره تنزل سهله لان ده بيعمل احباط للفريق. والتاني كهينة شطوط مع استقبال جيد، وليلى كده بتسيب بينها وبين الشبكه حوالي متر او متر ونص، لازم توصل شويه للشبكه. وادي هنا الكره دي بتاعت كليلى، انا شايف بقى دور سندس ترجع تاني يا كابتن محمد ولا ايه؟ سندس عطيه عندها خبره شويه وتقدر تلم فعلا. والكابتن محمد طبعا بقى من الناس الاكفاء اللي لقى الثغره موجوده فين وحاول اهو يعدلها، ورجع سندس تاني للملعب. سندس عطيه السيد، طبعا عفوا يا كابتن محمد انا مش بتدخل، ولكن طبعا لازم انقل رؤيه المباراه كامله للمشاهدين. وادي اهو تاني مع استقبال جيد المره دي، وسندس كده تشد في مركز 4. شوف بقى الاستفاقه اللي ممكن تحصل، لان سندس هتبدا تفوق الفرقه شويه بخبراتها وبكورتها الصريحه شويه. ليلى طبعا معد ممتاز، معد هايل، وان كان بس في شويه حاجات كده محتاجه انها تصلح في السرعه الانتقاليه شويه والقدرات البدنيه عندك يا ليلى، لكن طبعا المهاره زي الفل ومفيش اي خلاف عليها. وادي ندى قره تاني واستقبال مزنوق، وشطوط كان فيها حمل شويه ولكن الحكم طبعا ادرى مننا. وادي سلمى بقى بتخرج واعدالك كده الليبرو حافظاكي يا سلمى، حاولي تنوعي شويه. وادي تاني كره فيها تراي لفرقه سبورتنج والمجمع البترولي. دي الحاجات اللي المفروض ما تضيعش، الحاجه لو وقفت على رجليا وحطيتها تشانس بول بصوابعي ما فيهاش اي عيب ولا اي مشكله، لان انا كده بجازف في حاجه ممكن تعمل لي هبوط للكيرف بتاع الاداء بعد ما وصلنا لنتيجه طيبه مع فريق قوي.
رقم 8 على الارسال زهره بن سالم، وادي استقبال خارج 3 متر وتترفع ليه لينا تتضرب كده اي حاجه وترجع سهله. ورقم 12 بعد ما الملعب اتفتح من فريق سبورتنج كده شده لمزمات في منتصف الشبكه فطلع معاها السنتر البلوك واتفتحت الكوره زي ما احنا شايفين وقفت اهي. ومي طبعا راجعه من اصابه هي اكيد مش هتبقى بنسبه 100% شفاء، ولكن طبعا الحاجات دي محتاجه سرعه رد فعل عاليه في حاله وجود اصابه، ممكن ما تكونش الدنيا مظبوطه شويه لسه مع مي. بدا بقى الكابتن مراد معلاوي يمسك كده الميكروفون لفرقته ويقول لهم هنرفع كره وان مقفوله قوي، نوقف بتاعه السنتر ونروح شادين على الاطراف لمركز 4 او مركز 2، وده اللي بيتهيألي اللي ممكن يصعب المشوار شويه على فرقه السبورتنج، لان لازم حاجه زي كده يكون فيها رؤيه عاليه قوي للبلوكات ونستخدم كده ريد اند رياكت ونتصرف على القرايه بتاعتنا. وطبعا القرايه دي محتاجه بقى جهد وخبره عاليه جدا عشان اقدر اقرا الكره ممكن تروح فين واطلع لها ازاي واقرب المسافات بيني وبين لعيب الاطراف ازاي. كل ده هو عنصر الاستفاده من مشاركه نادي سبورتنج داخل البطوله العربيه. وادي كره كده فيها رالي ترجع ولكن اعداد غير متقن يا سندس، وترجع مره ثانيه وكانت مزنوقه، وادي بنكمل على الكوره في بطن الشبكه 14 10 بفارق 4 نقاط، مش عايزين الفرق يوسع. والملاحظ كده ان فرقه الجزائر بتقسم الشوط لثلاث مقاطع، بتقسمه المقطع الاول من النقطه الاولى للتكنيكال تايم اوت النقطه الثامنه، والمقطع اللي في النص ده من النقطه التاسعه للنقطه 16، والمقطع الثالث من النقطه 17 للنقطه 25. والفريق اللي بيكسب هو اللي بيجيد فيه. وادي هنا بقى كان خطا في الدوران صفر عليه كده الحكم الثاني، كابتن محمد بيستفهم منه. زهره بين سالم على الارسال، ارسال سريع من زهره، استقبال غير جيد بالمره يا ساره، ترجع تاني سهله لملعب المجمع البترولي، هتشد في مركز 4 اهو زي ما قلنا. هم معتمدين دلوقتي على ان مي التايمنج بتاعها في البلوك كويس جدا، وواقف لاعبي السنتر مش هيسيبه، فبالتالي مي بتلعب بفكر دولي انها تطلع لازم مع السنتر، وبتحاول كده مي تقرا، ولكن طبعا المشوار بعيد قوي عليها، بيشد كره فوز باص في مركز 4 بتروح لها كده بسرعه، ولكن طبعا دي ثقافه بيلعب بيها دلوقتي المجمع الجزائري. وتاني ترجع الكره هي سهله، ونبدا كالعاده هنضيق الفارق بس لازم نكمل، ولكن انا شايف ان بنضيق الفارق وما بنكملش وندوس على كورتنا، وبدا كده يتسلل الى حد ما روح النتيجه داخل ملعب سبورتنج. وده طبعا ما يعرفوش بقى الكابتن محمد صلاح ولا الكابتن احمد صابر، وهيحاولوا كده في التايم اوت دوت ينبهوا لفرقتهم ان العب لاخر نقطه والماتش بيتقلب بسبب نقطه واحده، وما نسيبش الاداء يفرط مننا في 16 11 يعني 5 نقاط فارق. نحاول نقلل الفارق دوت بارسالات قويه واستقبال متقن، واللي يضرب يضرب ما يهموش ما يخافش من حاجه، ونعمل تغطيه على الضارب. الكلام ده كله لسان حال بقى الكابتن محمد صلاح، ويحاول كده يعلي معنويات الفريق الى حد كبير بعد الشوط بعد التكنيكال تايم اوت. ما ننساش طبعا مهرجان بقى نادي القرن النادي الاهلي، مهرجان السلام ضد الارهاب، في مباراه كده بتجمع نادي القرن مع نادي اتلتيكو مدريد يوم 30/12، يعني سهره راس السنه هتكون بقى في ملعب برج العرب، مش هتكون في حته ثانيه. بندعو كده كل محبي وعشاق النادي الاهلي ومحبي وعشاق الانديه الاسبانيه نادي اتلتيكو مدريد بدعوه وجهها النادي الاهلي للسفير الاسباني طبعا بحضور اللقاء طبعا، وهيكون بقى لقاء فيه مفاجآت كتيرة جدا مش هنحرقها لكم، ولكن من هنا لغاية اللقاء النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي هتجهز لحضراتكم بقى برامج متنوعة تتكلم فيها عن اللقاء وعن الاستعدادات
اللقاءات التاريخية اللي دايما معودنا عليها النادي الأهلي. بدأ هنا يفك شوية الأداء بتاع سبورتينج، وعلى استحياء كده بنلعب كورة صعبة كل كام كورة ونبدأ نرجع تاني كور سهلة. طبعا بنشكر نادي سبورتينج بقى على أدائه اللي هنقول إلى حد كبير متماسك حتى الآن، نظرا طبعا لقلة خبرات بعض صفوفه وانه ما معوش حد استعان بيه من لاعبات محترفات يسد بيه الثغرات اللي موجوده عنده. وادينا شايفين بيلعب قدام فريق بطل وقدام فريق قوي وماشي معاه اكوال او سجال. وان كان لو طبعا حالفه الحظ في الشوط الثاني واخد الشوط الثاني بالخطأين المباشرين اللي حصلوا كان قدر ياثر على النتيجه ككل ويستوعب الاداء اكتر من كده، ولكن طبعا هي دي بقى سمة الفرق اللي بتشترك لأجل الخبرة، بتستحمل شوية دلوقتي عشان تيجي إن شاء الله في البطولة الإفريقية. أوعدكم أنا هنا بقى من قناة النادي الأهلي إن احنا نشوف فرقة سبورتنج دي لو اشتركت بفضل بقى القرار اللي ممكن تتخذه كده مجلس إدارتها واللي بنوصي بيه. طبعا احنا ما بندخلش في قرارات حد ولكن بننقل رؤيتنا ليهم وهم يدرسوا بقى قراراتهم. الفرقة دي بقى ليها شأن كبير سواء في الدوري المصري في السنة اللي احنا بنلعب فيها ديت او في البطولة الافريقية، وطبعا بنعمل ان كل الفرق توصل لمستوى نادي الاهلي ونادي سبورتنج ونادي الشمس والاندية الكبيرة اللي بتحقق لنا، ونادي هليوبلس طبعا اللي كان تربع لفترات كبيرة داخل المثلث او داخل المركز من الاول للثالث مع نادي الاهلي ونادي الشمس، وان كان بعد شوية بس الفترة الاخيرة طبعا، لكن هو بيجهز جيل جديد من اللاعبات اللي ممكن يكون بقى قادر في المستقبل على الطموح الأعلى من كده شوية. نقول لحضراتكم حتى الآن بقى اللقاءات كلها. كان في اليوم الأول بدأت البطولة يوم 17/12، كان الصفاقسي فاز على المجمع البترولي 3-2 والأهلي المصري على سبورتنج المصري 3-0. في اليوم الثاني الاهلي فاز على الصفاقسي 3-0 في مباراه طبعا تعتبر مباراه تحديد المركز الاول. سبورتنج فاز على الصحافه السوداني 3-0. في اليوم الثالث مباراه الصحافه السوداني مع المجمع البترولي الجزائري فاز البترولي الجزائري 3-0، وسبورتنج المصري انهزم طبعا من الصفاقسي 3-0. والنهارده بنوصل لليوم قبل الختامي للبطوله العربيه في اول مباراه ليها مع سبورتنج و المجمع البترولي الجزائري، وحتى الان 2-0 للمجمع البترولي، وشايف ان ادائهم وادي بقى فرحه اللاعبه نسرين مروان باول بلوك تاخده يمكن في البطوله كلها، وواخداه من لاعبه قويه بتضرب من مستوى عالي فرحه محمد عباس، ما يقللش ابدا شأن منك يا فرحه، بل بالعكس انت لاعبه مجتهده وان شاء الله السنين اللي جايه هتثبت ده. وادي هنا استقبال برده مش متقن يا ساره، مش ما نحاولش نفك بقى واحده تغلط في استقبال والثانيه تجي لها في الضرب، لازم نتماسك للاخر. وادي كره ثانيه سهله وبتضرب في اللاين اللي مكشوف تماما زي ما قلنا من فريق سبورتنج، وبدات المباراه كده تلملم اوراقها. طبعا احنا مش شايفين النتيجه قدامنا، وان كانت في المقطع الاخير خلاص بعد النقطه 20. وادي كهينة شطوط على الارسال واستقبال خاطئ ثاني من ندى قره، ترجع الكره كده فيرست تايم في مركز اربعه ومحاوله كده، ولكن في لمس شبكه من لاعب سبورتنج اللي خلاص تعتبر المباراه هنقول بقى طبعا شرفتوا البطوله العربيه لفريق سبورتنج، كنتوا خير فريق مثل بعد النادي الاهلي، واكيد انتوا اكتسبتوا خبرات عاليه كانت هدف مجلس ادارتكم الجديد بالدكتور احمد ورده، وكانت هدف لرئيس البعثه كابتن اسلام جمعه، واكيد ده هدف اساسي للكابتن محمد صلاح والكابتن احمد صابر والجهاز الفني. اللاعبات ما تزعلش ابدا، هم عملوا اللي عليهم واكتر. طبعا دي مش كلمات تعزيه بنقولها لهم، ولكن كلمات بقى لشد الحيل كده في الفتره القادمه، وهي لسه المباراه طبعا شغاله وجوه ارضيه الملعب، ولكن احنا بنقول من شكل الاداء بتاعنا ان مفيش بادره او حاجه تبشر كده ان انا ممكن اقلب المباراه تاني بعد ما كان مجتهد نادي سبورتنج ووصل لنقاط وتقدم كمان على فرقه بطل زي فريق المجمع البترولي، واخد بطوله افريقيا من 3 اعوام، ولعب نهائي البطوله العربيه في النسخه السابقه مع النادي الاهلي بعد ما كان فايز في كل مبارياته وقابل النادي الاهلي، ولكن خسر طبعا من بطل القرن بقى 3-0.
وطبعا عملت اللي عليك يا كابتن محمد صلاح. ان شاء الله كده مع نهايه المباراه هنبارك لك، مش هنقول لك هارد لك، مبروك لفريق سبورتنج اللي بقى عنده فعلا فرقه بتشارك في بطوله عربيه. وزي ما احنا شايفين اهو انتهى اللقاء بفوز 3-0 للمجمع البترولي. ونرجع بقى تاني كده مع الاستديو التحليلي كابتن هيثم والكابتن منى والكابتن احمد ثابت اللي هيقولوا لنا تفنيدات كل المباراه، واكيد عندهم النهارده بقى شغل كتير لان المباراه دي كانت تقيله قوي وهتبقى اكتر من مباراه النادي الاهلي مع السودان اللي محسومه مسبقا ان شاء الله، وان كنا بنلاقي جماهير كده بتآزر فيها. وننتظر معا بقى مباراه الاهلي والصحافه السودانيه. كان معكم معلقكم عزب الشرباجي، على أمل اللقاء إن شاء الله أن يتجدد في المباراة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.